مع عوده فريرا ولا في الظروف الزمالك الحاليه بكل تاكيد مع عوده فريرا لان انا شايف ان الامل نفسه بيفرط من الزمالك يعني الايمان ان الزمالك ان الزمالك يقدر يحقق شيء الموسم الحالي الدنيا بدات تبقى بعيد جدا والناس كل شويه نظرتها بتكون اقل لطموحاتهم عن مستوى الزمالك الموسم الحالي وهنا اهميه جسوالدو فريرا بالنسبه لي بعيدا عن القيمه الفنيه والقيمه بتاعت الراجل ان جوسواردو فريرا هو هو العنصر الاكبر اللي امن الموسم اللي فات ان الزمالك يقدر يفوز بالدوري وكان بيطلع يقولها دايما في المؤتمرات الصحفيه وكمان خرج من من داخل الجهاز اللي انا عايز يوصل للجمهور اهتفوا واطلبوا ان اللعيبه دي تاخد الدوري وتحقق الدوري رغم ان الزمالك كان بعيد والكل كان بيتكلم أنه هو موسم استثنائي فحتى لو الزمالك بعيد عن بطوله الدوري انا شايف بوجود جوزوالدو فيرا ممكن يامل الزمالك ولو قليل من الامل في بطوله افريقيا